سيادة المطران جوزيف جبارة رعية الروم الكاثوليك في مدينة الحصن بمحافظة إربد، ترأس خلالها قداسا إلهيا والتقى فيها بكهنة وممثلي الفعاليات الكنسية وجموع من المؤمنين. المزيد في التقرير التالي. احتفلت رعية كنيسة القديسين بطرس وبولس للروم الكاثوليك في الحصن بمحافظة إربد بالزيارة الرعوية الأولى لسيادة المطران جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن، حيث ترأس سيادته القداس الإلهي فيها بمعاونة راعي الكنيسة الأب الأيكونوموس ويليام سويدان وعدد من الآباء الكهنة وبمشاركة أخوية وجوقة وكشافة وشبيبة الكنيسة. وقدم المطران جبارة خلال عظة القداس شكره على هذه الدعوة الكريمة، مهنئا الرعية بعيد شفيعي الكنيسة القديسين بطرس وبولس، وموضحا دور هذين القديسين العظيمين في الكنيسة والبشارة، والذين دعاهما الرب يسوع ليكونا من تلاميذه ليكرزوا بشارة الخلاص وليعلنوا للعالم كلمة المسيح. ولا تزال الكنيسة إلى اليوم لاهوتيين كتار، المفكرين كتار، واللي بيصلوا كتار عم بيحاولوا يعطوا الجواب. ليلي لألكم ولألي السيد المسيح بيسألنا بالنسبة لكم مين أنا؟ بالنسبة لكم مين أنا؟ وكل واحد منا الليلي بده يقدر يعطي جواب للسيد المسيح. كل واحد منا الليلة بده يقول له مين أنت بحياتي، وما بنقدر نقول له للسيد المسيح مين أنت إلا إذا اختبرناه. تعرف المعرفة تولد من الاختبار، بده يختبر السيد المسيح الواحد حتى يقدر يقول مين هو. وألقى الأب سويدان كلمة ترحيبية بسيادة المطران وبجميع الحاضرين، مضيفا فيها إن الكنيسة ستبقى العلية الأولى التي تضرع فيها الرسل الأطهار للرب ليقويهم ويعزيهم، وها نحن اليوم نملأ المعمورة ونصلي ونرفع كل النوايا على عتبة هذا المذبح من أجل جميع المؤمنين الذين يحتفلون بحضوركم اليوم بيننا، فبكم يا صاحب السيادة نقوى وبصلواتكم تزداد همتنا، مقدما بعدها قدسه باسمه وباسم الرعية وجميع فعالياتها هدية تذكارية لسيادة المطران كعربون محبة لهذه الزيارة. زيارة سيدنا جوزيف لرعيتنا هنا في الحصن أول زيارة طبعا بيقوم فيها مع أبناء الرعية، كان فرح كبير كبير لأبناء الرعية أنهم احتضنوا اللي طبعا مثل ما دخل السيد المسيح أورشليم هنا كانوا هم كمان ينشدوا يقول هو شعنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب. فإحنا منرحب كثير كثير وانبسطنا كثير كثير بالزيارة إلى هنا في رعيتنا الحصن، ونتمنى له إن شاء الله التوفيق والصحة والعافية في خدمة هاي الأبرشية وهاي الرعية وهاي النفوس، وأهلا وسهلا. وأقيم في باحة الكنيسة حفل استقبال لسيادته قدم فيها الحاضرون التهنئة لخدمته الأسقفية، كما قدمت الجوقة باسم الجميع كلمات محبة عبروا فيها عن عميق فرحهم بحضور سيادته بينهم.